الله يسعد مساكم بكل خير. مقابل كلية المجتمع للبنات في الدمام في ديوانية شعبية اسمها مقلط السلطان. الديوانية هذه يشتغل فيها شاب سعودي بنفسه، هو يجهز لكم الطلبات واللي تبونه، يعني يترزق الله، الله يوفقه ويرزقه ويستاهل الدعم والتشجيع. يعني هنا يبيع لكم أنواع البسكيت، بعض المنتجات القديمة، أنواع الربيان القديم، طبعا عنده شاهي، قهوة، كرك، شاي مغربي، سحلب. هذه الجلسات اللي داخل، طبعا هنا تنقل لكم جميع المباريات. شو اسم هذا محمد؟ شكل تحبه انت صغير انت ابو ابراهيم. الله يوفقك ان شاء الله ويرزقك، تستاهل كل خير. ان شاء الله اجوكم متابعين، الله الله فيهم. ابشر ابشر، لانك ما راح تقصر. لا لا ان شاء الله ما تقصر. وش افضل شيء عندك؟ عندنا الشاي الكويتي والشاي العماني والشاي والليمون، وعندي الكرك، وعندي شاي الرمان والسحلب والقهوه الفرنسيه القهوه التركيه. تفتحون الساعه كم؟ افتح بعد صلاة العصر للساعة 1:30. انت بالحالك يا ابو ابراهيم هنا تشتغل؟ ايوه. الله يوفقك ان شاء الله. خلاص اوكي شكرا. هذا الشاي الحساوي، هذا حقي فيه مسكام. هذا حقي مسكام. كيف تسوي؟ هذا يفوح لمده يعني ما يزيد عن ساعة. ساعة تفوحه. ايوه. ايوه تعصره وتخزنه عندك. حلو. عندي. حلو. بدون ملح بدون شيء، يجلس في الثلاجة. تمام. يجلس لأسبوع. بعدها هنا نطبخه على الكميه حسب اللتر، مثلا ياخذ 3000 مغاطر. يبي يطبخ ساعه. ساعه. اللي مزكم يجرب الشاي الحساوي. يعني كذا اضفت نعناع. حلولو. 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 وداعا ليش؟ وداعا للزكام. يا سلام عليك. اول شيء عندهم طلبنا القهوه. ايش يقول؟ واللي شايلها من النادي ما يمشي من الكاميرون. سمعت الكلام. هذه مشروبات طلبناها اليوم في مقلط السلطان، يعني القهوة العربية والشاهي والكرك والشاي ليمون حساوي والسحر. ابراهيم هذا عصير الشمندر، وش فوائده وش يحتوي؟ طبعا هذا الشمندر اذا كان بحاله احنا ضايفين معه الرمان والموز، طبعا الرمان طبيعي وما هو معصور بس انه تحت عشان الصحة. حلو. فوائده وشيء يحارب الامراض الزهايمر. ايوه. الحديد، ضغط الدم، عندك من شرار السعاده وشرار السعاده الزوجيه طبعا. ايوه هذا. وفي فوائد حقيقه كثير، واللي يشك بكلامي يدخل على الانترنت ويتاكد. حلو. عصير الشمندر. نعم الشمندر. كم قيمته؟ هذا 10 ريال. 10 ريال. الله يديم الرخص. وماشي عندي بقوه. مفيد ورخيص. ورخيص. يا سلام. ومعه اضافات طبعا. ضيف مع الموز وطبعا البرتقال والكيوي، بس اللي المره هذه بالموز والرمان. اوكي. هذا شاي بارود مغربي اصلي بالحبك والنعناع وسكر متوسط، وشاي يعني مخدر مره مغربي. كم قيمة الكاس هذا؟ هذا الكاس الصغير بخمسة والكبير بسبعة، وداخل على حسب الحجم، بس هو يا خمسة يا سبعة. يا سلام عليك. هذه طبعا الكازوزة، هذه طعمها زي الميرندا، هذه ليمون، هذه رمان، هذه توت بيري. هذا منتجات أمريكية، سفن أب وكولا. هذا فينتو طعم القديم، هذا كولا دبي بالعسل والليمون والزنجبيل، هذا صودا من كندا دراي، وهذا بير عاد موجود في كل مكان. طبعا هي تشكيلة بس انها مش موجودة في السوبر. متوفى عندك على طول؟ متوفى عندي، متميز فيها. ابراهيم الله يوفقك وسعدنا بشوفتك ويعطيك الف عافية.